بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم هو اليوم الأربعين على ولادة الرب يسوع المسيح بالجسد. إنه أوان تطهير الوالدة وأوان تقدمة المولود للرب. مريم ويوسف يأتيان بالطفل يسوع إلى الهيكل ليتمما الناموس، لكن حضور سمعان الشيخ وحنة بنت فنوئيل بالروح القدس طغى على حدث تتميم الناموس لشدة أهميته وغطى عليه. فبعد ميلاد الرب بالجسد وما رافقه من أحداث، نرى هنا كما يقول القديس امبروسيوس أرملة ترفع الشكر وبارا ينتظر. كان سمعان حقا بارا، لأنه لم يكن ينتظر متوقعا منفعة لنفسه بل للناس. من جهته لم يشأ سوى أن ينعتق من رباط الجسد بعد أن يرى المسيح الموعود به، لأنه عرف أنه طوبى للعيون التي ترى. لسان حال سمعان كما يقول المزمور: ظمئت نفسي إلى الإله الحي، فمتى أجيء وأظهر قدام الله؟ كانت حياته كلها انتظاراً ليرى الخلاص الذي دبره الله للناس لكي يحررهم من الموت. كان سمعان يقول مع المزمور 118: أنا أنتظر خلاصك يا رب وأعمل بوصاياك، تشوقت إلى خلاصك يا رب وناموسك فرحي. حضر سمعان بالروح القدس إلى الهيكل، وحالما رأى الرب حمله على ذراعيه وقال له: الآن أطلق عبدك يا أيها السيد، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك. لسان حاله كبولس الرسول الذي قال في رسالته إلى أهل فيلبي: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. لقد ارتاحت روح سمعان لما رأى المخلص والخلاص الذي يحمله، فأراد أن يرتاح من ثقل الجسد المتهالك. فأي خلاص أبصر سمعان؟ يقول القديس بطرس في رسالته الأولى: هو الخلاص الذي فتش عنه وبحث عنه أنبياء. لأن النفس إذ تعي أن حياتها على الأرض إنما هي هباء وقبض الريح، أي لا شيء، تدرك أنها في أرض غربة وتطلب العودة إلى الفردوس الذي خرجت منه. لكنها كما يقول الشيخ إيميليانوس لا تعرف الطريق ولا من أين تبدأ، فتصير النفس في صراع، فتصرخ من أعماقها: من الأعماق صرخت إليك يا رب، فيا رب استمع لصوتي. عندها تأتيها المعونة الإلهية فتقول مع المزمور 119: في ضيقي صرخت إلى الرب فأصغى إلي. الرب سمع استغاثتها ورد لها البصر، فتدرك كما يقول الشيخ ميليانوس تدرك عريها وغربتها، ويكبر الشوق والحنين إلى الله تماما كما في المزمور 118: أنا في الأرض غريب، فلا تخفي عني وصاياك، حنت نفسي أي حنين إلى أحكامك في كل حين. هذا الشوق والحنين يعتصر قلب الإنسان بالألم الشديد لجهل النفس طريق العودة، فتقف عاجزة عن الحراك، لكنها تواصل الصراخ إلى الله بحسب ما يشرح الشيخ ميليانوس، ويكمل فيقول: وكلما تطهرت النفس بنعمة الله أدركت الله أكثر وأدركت ذاتها أكثر وشعرت بضرورة تطهير أعماق القلب. لكن هذا التطهير لا يتم بلا ألم وبلا صراخ من الأعماق، وتأخذ ترجو الله تطهيرها وتهيئتها له. هذا كله يا
يشرحه الشيخ إيميليانوس ويقول في ختام هذا الشرح: وهذا هو شعور التوبة. هكذا تتدرج الروح بحسب الشيخ إيميليانوس حتى تتحرر من قيود الشهوات، عندئذ تتمكن من الطيران فتصعد سلم محبة الله. بهذا التوصيف الذي أعطاه الشيخ إيميليانوس نفهم ما حصل مع الأنبياء ومع كل أصفياء الله: فتشوا عن الخلاص وبحثوا عنه ورأوا خلاص الله وفرحوا به وتنبأوا للشعب عنه. لذلك يكمل القديس بطرس في رسالته الأولى فيقول: باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. فالمسيح إذن يحقق خلاصه من خلال آلام الصليب الذي يجلب مجد القيامة ويصبح مصدر فرح لكل العالم. ألم يقل المسيح لليهود عندما كان يحاججهم وهم يصرون على رفضه: أبوكم إبراهيم أراد أن يرى يومي فرأى وابتهج؟ ويوجز القديس حنا الذهبي الفم معنى قوله يومي بأنه عنا صلبي الذي هو خلاص العالم، الذي تنبأ به إبراهيم من خلال نموذج تقدمته إسحاق والكبش. كل أصفياء الله وأنبيائه عرفهم الله بالخلاص الآتي فرأوه وصدقوه وبشروا به، والآن يتنبأ سمعان للعذراء عن آلام الرب التي تعطينا خلاصا وحياة، فيقول لها: وأنت سيجوز سيف في نفسك، لأن العذراء ستتألم مع المسيح إذ تراه يموت ظلما. نتعلم من سمعان الشيخ كيف يكون المؤمن المحب لله منتظرا خلاص الله. تبقى عيناه شاخصتان إلى السماء. ألم يقل الملاكان للرسل حين ارتفع عنهم الرب: ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. وهذا ما تعلمنا إياه الكنيسة، أن نرفع قلوبنا إلى السماء، إلى فوق، حيث هو كنزنا الحقيقي وحياتنا، أي الرب يسوع المسيح. وهذا ما عاش عليه المسيحيون الأولون يترقبونه بفرح، وكانوا يقولون: أمين، تعال أيها الرب يسوع. يترقبون مجيء المسيح الثاني بفرح ويطلبونه، وليس كما يحصل في هذه الأيام التي يكثر فيها الحديث عن الأيام الأخيرة ومجيء الرب ويكثر الرعب. لماذا؟ أين الإيمان؟ أين الفرح بلقاء الرب؟ نحن بحاجة إلى توبة حقيقية لكي تنقشع الظلمة ونعود إلى النور. يقول القديس إمبروسيوس: إن شئت أن تتحرر وتنطلق عليك أن تأتي مثل سمعان الشيخ إلى الهيكل، إلى أورشليم. يعني بده الإنسان يجي يصلي، بده يجتمع بالكنيسة مع سائر أعضاء جسد المسيح، وبده يرتفع إلى السماء، وبده يتوب ويتهيأ لكي يتناول من المائدة السماوية الخبز السماوي. وبيقول القديس إمبروسيوس: عليك أن تنتظر الرب المنسوح. بهذا يريد القديس إمبروسيوس يريد منا أن نطلب الخلاص ونترجاه من أعماق قلوبنا، وألا نفارق الهيكل متعبدين بالأصوام والصلوات مثل حنة النبية، أي نكون في حالة توبة وحنين إلى الله. ويكمل القديس إمبروسيوس فيقول: وعليك أن تتقبل بين ذراعيك كلمة الله وتحتضنه،
إذا جاز التعبير بذراعي إيمانك. عندها تتحرر ولا ترى الموت لأنك قد رأيت الحياة. فاللي بيعيش التوبة وبيشوف الحياة لا يخشى الموت ولا يخشى المجيء الثاني، بل بفرح يترقبه لأنه يتشوق إلى ملكوت الله. آمين.